نظمت العمالة العامة لمجلس النواب مؤتمرا صحفيا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لاستعراض أهم إنجازات وأعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وخلال المؤتمر استعرض سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البعينين رئيس اللجنة أهم إنجازات اللجنة ومؤشرات أدائها، مبينا أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بلغت 55 موضوعا، تم إنجاز 20 موضوعا منها، فيما يتم دراسة بقية الموضوعات الأخرى، موضحا أن الموضوعات تتضمن على مرسوم بقانون واحد وقرار واحد من مجلس الشورى و14 مشروع بقانون و19 اقتراح بقانون و20 اقتراح برغبة. ومؤكدا أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد المنصرم 16 اجتماعا، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 180 مراسلة. تطرقنا طبعا لعمل اللجنة في دور الانعقاد الثالث، اختصاص اللجنة اللي كان طبعا المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وهي دراسة الموقف الدولي وأيضا دراسة الأمور المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي وما يحال إليها من مواضيع في هذا الشأن. تطرقنا الإحصائيات التي تم المواضيع والمقترحات بقانون مشرع بقوانين التي تم انتهاء منها، وهم يعادل أزيد من نص المواضيع المحالة. مواضيع المحالة على اللجنة تتميز بالخصوصية والحساسية، كونها طبعا تتعلق مباشرة بحياة المواطن وبحياة أيضا المجتمع بشكل عام والموائمة بينهما من أجل الخروج بقرارات وقوانين ملائمة للمجتمع وتحديثها. وكلنا يعلم أن اللجنة تدرس من أهم ما تدرس من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وأيضا قانون حماية وحظر مكافحة غسيل الأموال وقانون جرائم تقنية المعلومات، وكلنا يعلم ما لهذه القوانين من أهمية في الحياة اليومية للمواطن.